بص على الدايره دي. ركز يلا معايا. ده مصباح على التوالي اسمه ودول مصباحين على التوازي بي، والتاني اسمه كيو. ركز بقى يا ابني، يا ابني ركز، الله يخليه ركز عشان احنا هنمشي ونسيبه الكلام ده. بي وكيو وده الجهد كله بتاع البطاريه كام فولت؟ 12 فولت. طب اتحداكم ان واحد فيكم عارف يقسم الفولت على المصابيح دي، والله اتحداكم ان واحد قدر يقسم ال 12 فولت يقول لي الحمراء هتاخد كام والخضر هياخدوا كام. متماثلين مصابيح، مصابيح متماثل. اذا كان متماثل ومش عارف ايه بقى، انت تعرف بقى، انت تعرف، انت تعرف تقسم الفولت يا عم. بلاش حرام يا عم، بلاش حرام. اديني هجرب وزع لي ال 12، قول لي ده ياخد كام وده ياخد كام. دي تاخد 12؟ اي ليه؟ هقطع من هدومي وادي له. هو انت لما تعمل دي 12 فولت هتسيب له دي الحاجه؟ يا اخي خلي في عقل. 12 فولت لما دي تاخد 12، خدت 12، خدت 12، هجيب له دول منين؟ يا رب يا رب. قسم يا بيت اللي جنبك ده ايه؟ قول له حديد. قسم يا حديد. الاثنين دول على التوازي ياخدوا 4 و4 و4 وده تاخد 8. تعصيب، ايه 8 تاخد 8 فولت. وبعدين يا اخي، يا اخي افرض ان انت ما انتش عارف تقسم. استني بس يا حاج الله يكرم. افرض ان انت، بص لي يا دكتور، يا دكتور خليه معايا، انا مش عارف اقسم. اسمي ده اهو جزء، ده هو جزء في جزء على في كل يساوي مقاومة الجزء وحدة الله. قول يا اخي فرق جهد الجزء ده انا ما اعرفوش، كله كام؟ 12. مقاومة الجزء ده بقى، طب المقاومة الكلية بكام؟ اوعى تكونوا مش عارفينها، اوعى تكونوا مش عارفينها كمان. يبقى كله 1.5 او تروح مع طرفين في وسطين، 1.5 في يساوي 12، يبقى الفي بيساوي 8 فولت. وحيت الله قسم على مهلك كده بالراحه، دي هتاخد 8 فولت. طب هو كله كام؟ خدت كام؟ دي تاخد كام؟ يعني الطيار لما يطلع ويجي جاي هنا فرحان، انا معايا 12 فولت، انا معايا 12. لما يسيب له هنا 4 فولت هيعدي هنا معاه كام فولت؟ ها؟ ادي التقسيمه بتاعتك. اقول تاني يا جماعه؟ طيب اقرا السؤال. اسمع زميلك واسمع السؤال. الشكل التالي يوضح الدايره التي كونها طالب. دايره كونها طالب مستخدما 3 مصابيح، مع الاعتبار ان كل مصباح مدون عليه 12 فولت و20 امبي. خد بالك بقى، اللمبه مدون عليها يعني ايه؟
لمبة مدون عليها، يعني مكتوب على الكرتونة بتاعتها وانت بتشتريها كده من مكانها، قال لك دي بتشتغل بفرق جهد كام؟ فرق جهد كام؟ 12 وتيار كام؟ 20 امبي. تمام؟ بس انت لما دخلتها في الدايره كده مش هتاخد ال 12 بالمنظر، دي واخده كام؟ ودي خدت كام؟ يبقى اللمبه دي مش هتديك الاضاءه المعتاده بتاعتها ولا الاضاءه المظبوطه بتاعتها، لان انا معرفك قبل ما تدخلها في الدايره ما بتنورش حلو الا لما تديها كام فولت؟ ها؟ طب الشطر يقول لي عشان اخلي اللمبات الثلاثه ينوروا بنورهم الطبيعي اوصلهم ازاي بقى؟ مش كده؟ المفروض يكونوا الثلاثه مع بعض على ايه؟ دي هتاخد كام؟ ودي كام؟ ودي كام؟ لكن الطالب لما كونهم بالشكل كده كل لمبه من دول هتنور باضاءتها الطبيعيه ولا باقل من اضاءتها؟ لان انت ما اديتهاش الجهد اللي انا جاي لك عليه، انا جاي لك عشان تنور حلو اديها 12 فولت او 20 امبي. خلاص؟ طيب المطلوب الاولاني بيقول لي احسب مقاومه المصباح. مين يطلع مقاومه المصباح؟ نقوله ار بتساوي في على اي، ار بتساوي الفي كام؟ 12 والاي بكام؟ ب 20 6 من 10. يبقى كده مقاومه اللمبه كام؟ 6 من 10. في طالبة سألتني، ما اعتقدش بقى السؤال ده هيجي في دماغ حد فيكم، بس هي في المجموعة اللي هقابل لكم سألتني السؤال ده. جت لها مستر طب ازاي قسمت الجهد 12 على تيار 20؟ مش المفروض اطلع المقاومة لما تبقى في الدايرة واخد الجهد بتاعها في الدايرة اللي هو 8 مش 12؟ قلت لها حاجة، ما هو انت لو حطيتها في الدايرة وخدت جهد 12 خدت جهد 8 في الدايرة ما بتاخدش تيار كام؟ 20. يعني النقص في الجهد من 12 ل 8 هيصاحبه هو كمان نقص في الايه؟ فتظل نسبة في على اي مقدار واحنا كل زيادة في فرق الجهد يقابلها زيادة في شدة التيار، وتظل المقاومة مقدار. اننا نبهت مرارا وتكرارا من اول السنة ان المقاومة لا تعتمد على فرق جهد ولا تعتمد على شدة التيار. السؤال الثاني، الناس اللي قاعدة نايم، احسب قيمة المقاومة المكافئة للدايرة الار كلي. مين هيجوه؟ دول توالي ولا توازي؟ ستة من عشرة وستة من عشرة، وهناك كمان ستة من عشرة، تسعة من عشرة. البنت اللي لابسة لا في الاخر منظرة دي، هل انت عارفة التسعة من عشرة ام انا جبتهم ازاي؟ مش عارفة يا استاذ. عارف المقاومة انا طلعت المقاومة المكافئة دي ازاي؟ يا بنت خدت دول مع بعض ايه؟ ستة وستة تلاتة مع الستة توازي، تلاتة وستة يبقوا كام؟ تسعة من عشرة. السؤال التاني، ركز بقى معايا، انا عايزك طالع النهاردة من ادارة المصابيح والقدرة بتحل كويس. بيقول لي ايه؟ اشرح لماذا احسب شدة التيار الذي يقرأه الاميتر الموجود في الدايرة، قول لي الامبير هيجرى كام؟ الاي هنا كام؟ سهلة، احنا كده ار للمصباح اهي، ودي ار الكلية اهي، نيجي للامبير، اي بيساوي الفي باتري على الارات، 12 على 9 من 10 يديك الامبير 40 على 3 4 على 3 الامبير ب 40 على 3. اهم سؤال بقى، تعرف تجاوبه؟ بيقول لي اشرح لماذا تكون اضاءه المصباح ار ده اهو اقل من المعتاد؟ ليه ما نورش في العديل؟ ليه اضاءه اللمبه ده هي ار اقل من المعتاد؟ مين يعرف يا جماعه؟ لماذا تكون إضاءة؟ قول يا ابن الشيخ. برافو عليه، صح، برافو عليه، لأنك أنت ما أعطيتش المصباح ده الجهد المناسب ليه، وأنا قال لك إن الجهد المناسب للمصباح كام؟ يبقى لأن الجهد على المصباح أقل من 12، لأن الجهد على المصباح أقل من 12.
واحد يقول لي طب ما انا مش هقول على الجهد، انا هقول على الطيار. انت مطلع الطيار ب 40 على كام؟ على 3. 40 على 3 اقل من 20، مش مشكله اي حاجه، لان الجهد على المصباح اقل من 12. فما تنتظرش منه ان هو ينور لك بالنور الحلو، هيبقى النور بتاعه ضعيف، لكن لما ضعف اتباعه نوره بقى ضعيف. طيب اسئله الوحوش اهي، ده انا منجلكم الاسئله وقسما بالله بقول بص هات لهم دي بقى اسئله الوحوش، الوحوش وحوش الفيزياء ده طالع يا عم الوحوش بتاعك مش عارفين، مش عارفين يقسموا فوق الجهد على المقاومات يا عم. يا اخي قسما بالله من قلب امتحاناتكم، لا والله وربي وربي ما ورانا الجديد كله الا امتحاناتكم، وما عرفنا الجديد كله الا امتحاناتكم. بيقولوا الازهر سهل يا عم، صلي على النبي يا عم. السؤال اللي بعد، شوف بقى السؤال، لماذا يصبح بي وكيوم متساويين في الاضاءه الضعيفه؟ بالظبط، هما الاثنين مع بعض على ايه؟ والتوصيل على التوازي يتميز بثبات فرق الجهد لانهما موصلان على التوازي. احسن، شوف السؤال الجامد ده بقى، ماذا يحدث لإضاءة R عند توصيل مصباح آخر مع B وQ على التوازي؟ اللي يعرف يرفع ايديه. ده اهو إضاءته هيحصل لها ايه؟ لو جبت كمان هنا واحد تالت هنا، هنا لو دخلت واحد كمان تالت هنا، أخونا ده إضاءته هيحصل لها ايه؟ جو ثابت خلاص، بقول للعداد ثابت. عندك راي اخر؟ قول راي اخر. برافو، سقفه بقى. عشرين جنيه يا مريم، مختومة مختومة على اسم الأستاذ بهاء الجمصري. شفت 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 لما الدماغ تشتغل. شوف واحد، انت دخلت لمبة على التوازي، خلي بالكم انتوا مش عارف لابس في دماغكم دي خد 8 فولت خلاص، اوعى تغيروا له بقى 8، يبقى خد 8 الفولت رايح جاي. واحد الله زميلتك فكرت بطريقه حلوه، قالت احنا لما ندخل كمان مقاومه هنا على التوازي هل المقاومه الكليه هتستنى 9 من 10 ولا هتتغير؟ هتقل، صح كده ولا لا؟ طب لما المقاومه تقل شده التيار هيقل، اللمبه دي هتاخد لسه 8؟ يعني هي قالتها باسلوب حلو، انا ما كنتش هقول كده والله، اللي هي قالته انا ما كنتش هقول، انا كنت هقول بطريقه ثانيه. هي قالت دول كانوا 2 قصد 1، كانت التقسيمة لما الاثنين قصد 1 الواحد خد 8 وكل واحد من الاثنين خد 4، قالت لي انت دلوقتي حطيت 3 قصد 1 فالتقسيمة مش هتبقى 8 ل 4، التقسيمة هتبقى 9 ل 3. طب انا مش عايز كده، انا عايز بقواعد وقوانين. صلى على النبي، روق كده بالراحة. مقاومة دخلت على ايه؟ رد علي، توالي ولا توازي؟ المقاومة الكلية تزداد ولا تقل؟ عايز اسمع، تزداد ولا تقل؟ طب شدة التيار؟ شدة التيار مين اللمبة اللي بيمر فيها التيار الكلي؟ ولا لا؟ مش دي اللي بيعدي عليها التيار الكلي؟ طب هو التيار الكلي لما يزيد في اللمبة دي يبقى الإضاءة بتاعتها هتزيد ولا هتقل؟ أنت فاهمني ولا لا؟ ما هو الله يرحمه ساب لي جوز رجالة ومات الله يرحمه وساب 30 فدان، وكل عيل سيستم نفسه على انه هياخد 15 بعد شويه من الله يرحمه ما مات، هي بطنها راحت قدامها جد كده اهو. يبقى انا يا جماعه اتقي الله واقسم ال 30 على 2 برضه ولا استنى التالت؟ استنى التالت ولا ما استناهوش؟ يبقى التقسيم اختلف ولا ما اختلفش؟
انا عايزك ترد عليا التقسيم اختلف ولا ما اختلفش. يبقى لما يظهر لي وريث جديد اسيب التقسيم الجديد ولا غير التقسيم؟ طب واحد الله اللي كان بيورث في الفولت كانوا مقاومتين على التوازي ومعاهم مقاومه على التوازي، ورث دي كام؟ هو المرحوم كان سايب كام؟ المرحوم كان سايب كام؟ ورث دي كام؟ وورثوا دول كام؟ ها؟ ما ترد يا ولا؟ ورثوا اربعه. وانا لما ادخل مقاومه جديده في الدائره الكهربيه اسيب الثمانيه زي ما هم ولا اربعه زي ما هم؟ ولا الموضوع يتغير؟ بس اوعى انت عارف امتى كنت اسيب دول كلهم اربعات؟ ادخل مقاومه واسيبها اربعه، ادخل مقاومه واسيبه على اربعه زي ما هو؟ لو ما كانتش دي موجوده مش مشكله. عارف لو هم كلهم مجموعه على التوازي بس كانوا كلهم هياخدوا ال 12 فولت. اما تبقى شبكه كلها توازي مع بعض ما فيهاش حد على التوالي، لو ضفت واحده وكمان واحده وكمان واحده وكمان واحده الفولت بيبقى ثابت معاك. معايا ولا لا؟ تعرف تقول انا قلت ايه تاني اللي بتتاوب اللي هناك؟ اللي ما عرفتش تجاوب السؤال من الاول منضاره. يلا محفوظ. ده انا عايزين لك النهارده، قولي. لا انت النهارده ما انتش معايا، انت جاي نايم النهارده محفوظ. والله محفوظ انت جاي نايم النهارده. قولي يا محفوظ انا عملت ايه؟ اشرح لي اللي انا قلته. اما دخلت مقاومه على التوازي ايه اللي حصل يا محفوظ؟ الرجاله شربت. مين يقول لي تاني يا جماعه انا عملت ايه في الدايره دي تاني؟ قولي يا بنت، قولي كمان مره. دخلت مصباح على التوازي بالظبط بالظبط، بدل ما كانت نص ار مع ار بقت تلت ار مع الار، وبدل ما كان التقسيم 8 على 4 صار التقسيم 9 الى 3 والمجموع برضه كام؟ 12. السؤال اللي بعده مين يجاوب السؤال اللي بعده؟ قول يا حبيبي. بالظبط. اما زيل دول بقى من الدايره، اضاءه ده بقى هيحصل لها ايه لما زيل كله من الدايره؟ هتزيل هياخد 8 8 برضه؟ هنفضل نديله 8 ولا نديله 12 بقى؟ ياخد الجهد كله بقى، يبقى اضاءته تزيد وترجع لحالتها الطبيعيه اللي هو كام عندنا اللي هو 12 بقى.